نلقي نظرة على مبادرة مسار الأرز. طبعا هو مشروع روسي لإنشاء ممر نقل دولي جديد لينافس بحسب طبعا المسؤولين الروس قناة السويس المصرية وطريق الحرير الصيني. طبعا هذا المشروع الذي عرف بداية باسم طريق البحر الشمالي سيمتد عبر منطقة سيبيريا في القطب الشمالي ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المتجمد الشمالي. تنفيذ مبادرة مسار الأرز سيحتاج إلى تحديث السكك الحديدية العابرة لسيبيريا، طبعا أيضا من الخطوات اللازمة نحتاج إلى الجر الكهربائي أو الغاز الطبيعي المسال وبناء عدد من الجسور والأنفاق اللازمة. أيضا بالنسبة للعقبات، طبيعة المناخ في القطب الشمالي يمثل عقبة أخرى أمام هذا المشروع قد تحد من عدد الأشهر التي يمكن أن تسلك فيها السفن التجارية الممر البحري، كما سيفرض المناخ القاسي مرافقة كاسحات الجليد للسفن التجارية خلال طبعا رحلاتها. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، هذا الوزير أعرب عن تأييده لمبادرة إنشاء مسار الأرز مشيرا إلى حادثة انسداد قناة السويس طبعا في مارس الماضي بعد جنوح سفينة الحاويات إيفر جيفن، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في أفغانستان وفرص تأثيرها على طريق الحرير. اهتمام موسكو بالمشروع يعود إلى حاجة روسيا لممرات تجارية مناسبة لنقل إنتاجها من نفط وغاز ومواد خام أخرى كثيرة، يتركز الجزء الأكبر منها في سيبيريا إلى الأسواق الخارجية.